وينضم إلينا من بغداد دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، للحديث عن استمرار أزمة الرواتب في البلاد وفشل السياسات الحكومية لرأب المشاكل الاقتصادية، على الرغم من طرحها ما بات يعرف بورقة الإصلاح الاقتصادي البيضاء. مرحبا بك معنا دكتور. حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، وحيا المشاهدين الكرام، حياك الله. كما تعرف دكتور، حكومة الكاظمي لم تفي حتى الآن بوعودها بشأن تأمين الرواتب للأشهر المقبلة كما كان مقررا، كما سمعنا تكرارا من العديد من المسؤولين والنواب. ما الذي يمنع العراق اليوم من تأمين رواتب موظفيه وهو الدولة النفطية الذي من المفترض أن تكون دولة غنية؟ لأن العراق بعد 2003 وبظل العملية السياسية النشاز الطائفية أنهت وجوده كدولة وأثقلت كاهله بديون وأفرغت ميزانيته، ولم يكن لديه أي وارد باستثناء النفط الذي أساسا هو بات ملك للشركات الأجنبية ولتقلبات السوق. واحد اثنين، القائمون على الشأن السياسي العراقي الرسمي المالي وغيره غير أمناء بالمرة. لذلك للأسف الشديد حتى الآن المعضلة الكبرى الشعب والحكومة لا يسأل الذي أفسد والذي بدد الأموال والذي أوصل العراق إلى ما وصل إليه، ولكن هو في حيرة من أمره لاستلام الراتب للشهر القادم. وذلك الحكومة لن تقوى على الخروج بهذه الأزمة، لأنها إذا ذهبت باتجاه الإدانة فإنها تثقل كاهل العراق وتتقاطع مع رغبات القوى السياسية التي تريد أن تنهي الحكومة، وإذا لم تسلم رواتب فالأمر سينتهي بإضراب عام وبإنهيار حكومة. إذن الشيء المالي سيذهب بالعراق بالحالتين، سواء اقتراض أو دون اقتراض، إلى الهاوية، لأن الشأن العراقي كما قلنا بيد أناس لا علاقة لهم بالعراق بدون استثناء حكومات السابقة والحالية. هل دكتور قحطان ينسحب هذا الكلام ما تفضلت به على النواب الذين يؤكدون أن البرلمان سيوافق على الاقتراض، وهو يعلم تماما ويصرح أن الأرقام التي تريدها الحكومة غير واقعية؟ لماذا إذن يكون النواب بين مزدوجين كما يقول مراقبون شهود زور يعني في هذه المرحلة، وهم نواب الشعب العراقي من المفترض؟ هو يفترض أن يكون نواب الشعب العراقي، ولكن حقيقة هم نواب أنفسهم ونواب القوى السياسية والقوى الدولية التي أتت بهم، والشعب ليس إلا ديكور خرجت بموجبه مسرحية الانتخابات. هذه الكتل السياسية في البرلمان هي ذات الكتل السياسية التي تتصارع على الحكومة، وبالتالي الخلافات ستستمر. السبب الأساسي الذي قد يذهب باتجاه تمرير هكذا قرار وهو الاستدانة هو لأن تبقي لديهم مدة زمنية أطول علهم يصلوا إلى الانتخابات القادمة حتى يبدون أنهم أصحاب مشاريع لكي يصححوا ويبقوا، كما هو حال كاظمي عندما أتى به لكي يخرج العراق من مرحلة قصيرة حرجة ضيقة إلى الانتخابات القادمة. راح يعمل ورقة بيضاء بعيدة الأمل وغير منطقية ولا توافق مع قدراته ولا قدرات العراق. إذن الخير الكبير ويكمن كيف يسعى السياسيون إلى ظهار الوطنية المزيفة وخداع الناس لأن يبقوا في المكان الذي هم فيه علهم يعيدوا إنتاج ذاتهم. نعم. والمشكلة الأكبر التي تأسفني أن كل قد ينتج ذاتهم أن الشعب العراقي تناسى الأسباب الحقيقية لوضع العراق المتردي وراح يبحث عن الرواتب. صح الرواتب ضرورية باعتبار حق واستحقاق وأسباب العيش، ولكن لماذا وصل العراق إلى الذي ما وصل إليه؟ الحل والجواب هو أن العملية السياسية الخاطئة هي التي الآن تبحث عن حل، وبالتالي لا حل حقيقي سنصل إليه إلا مزيد من الديون وزيد من الإحكام السيء للعراق بالصعود كافة. طب دكتور، يعني مؤخرا وسائل الإعلام كشفت عن وثيقة صادرة عن وزير المالية الحالي علي علاوي، وفي هذه الوثيقة يمنح فيها الوزير صلاحية بيع أموال الدولة لمدير عام دائرة العقارات دون الإعلان عن ذلك في الصحيفة الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية المعروفة في معظم الدول. بماذا تفسر توجه وزير المالية في الحكومة التي تعاني من قلة الأموال إلى هذا التصرف؟ إذا كانت هذه الورقة صحيحة كما نشر وكما أشيع وكما جاءتني أنا وغيري وموقعة بشكل رسمي، فإنها جريمة واضحة وضوح النهار وأمام الأشهاد.
وهكذا جريمة بهذا الحجم أن يعطى صلاحيات لشخص معين بعينه أن يبيع أملاك العراق كما يرى وكما يشتهي دون الضوابط القانونية، إنما هو استهتار كامل في أموال العراق ومستقبله. هذا كفيل فقط، هذا القرار كفيل بإنهاء حكومة برأسها إلى أسفلها. نحن العراق أخي العزيز، يعني دائما أقول مأساتنا أننا لا نقرأ الأمور الصحيح، نقرأها بانحيازية أو بضبابية أو بتمعن أو كل ما راحت من بال الدقة، ومحابات وهي محابات. هكذا قرار بحد ذاته يعني أن لا شيء لدى الحكومة العراقية يستحق أن يسير ضمن القانون، ولا شيء ولا قانون يحرك ويوجه ويراقب عملياتهم. أين البرلمان؟ أين الرئيس الجمهورية حامد الدستور؟ أين القضاء؟ إذا نحن أمام مجموعة، صدقني وأنا آسف جدا أقولها، لا علاقة لها بالعراق، بل جماعة أتت لكي تنهي العراق. ولعل هكذا بيان، هكذا قرار على المستوى الوزاري إنما يدل كاملة وبصراحة أن خذوا العراق يا موظفين كما تشتهون، سيما وأن المضاربات والمحابات والصفقات التجارية كبيرة في هذا الشأن. إذن نحن أمام بداية جديدة لأن يباع حتى دجلة والفرات دون مزايدة. دكتور، نعود للنواب الذين أظهروا صدمتهم من الوثيقة، هل يتوقف دور النواب في الدولة العراقية اليوم على التعبير عن الصدمة فقط؟ هذه جريمة أخرى مضافة، هذه جريمة أخرى مضافة. هو ضمن القانون واجبه المراقبة والتشريع، وهناك جهات أخرى يمكن ضمن العمل والمساءلة السياسية أن تقام الأصول القانونية والإحجازات الرسمية على هكذا قانون. لماذا لا يقوم؟ لأن الحقيقة الأمر، أعود وأكرر، أن لا مصداقية لهذا المجلس كون تشريعي وتنفيذي نيابة عن الشعب، هو نيابة عن ولو قطع صوت. نحن نسمعك دكتور قحطان، تفضل. العفو، نحن نسمعك بوضوح. هو أيضا عندما يقصر المجلس البرلمان أمام هكذا قانون من شأنه أن يجعل الأمور سائبة بلا قانونية، بل يشرع إلى السرقة ولا التحايل، إذن هذه جزء من مؤامرة وليس جزء من خلل. يعني هكذا قرار أساسا هو يرتقي إلى مؤامرة واضحة علنية بإنهاء العراق، وليس مجرد قرار يخطئ فيه رئيس. يعني كيف دكتور، يعني معذرة للمقاطعة، لكن كيف يمكن قراءة ما يجري في هذا القرار الذي أشرنا إليه وتحدثت عنه سابقا، ومع ما يقال عن فتح ملفات فساد تصل إلى 10,000 ملف، قالت الحكومة أنها ستفتح هذه الملفات وستحاسب الفاسدين، كيف يمكن الربط بين هذه المسائل؟ أستاذ العزيز الذي يثق أو يصدق أن فاسد حقيقي من حيتان الفساد أو دونهم سيسأل في العراق في ظل هذه الحكومة أو سواها فهو واهم جدا. ولي ذكرى أو خبر دقيق أنشره الآن أن الست ماجدة التميمي أوصلت إلى عدل عبد المهدي 3 أو 4 حقائب كبيرة لقضايا فساد، وحتى قال لها عدل عبد المهدي على لسانها هل هناك قضية ضدي؟ قالت له هذه قضايا مثبتة وهناك قضايا أخرى بقدر هذه القضايا. لم يسأل ولم يتابع ولم تفتح قضية واحدة من 5-6 سنوات أو من كذا سنة من بداية حكومة عبد المهدي، يكون دقيقين، وقبلها المالكي وعبادي وسوى، لن يفتح أي ملف، لن يحاسب أي فاسد، لأن العملية برمتها كما قالت حنان فتلاوي كعكة وتقاسماها اللصوص أمام الملأ. فلماذا نضحك على أنفسنا ونقول ملف فساد هنا ولف قد يسقط هنا وهناك بعض الفاسدين الصغار لكي تمسح سجلات عن الأكبر، وهذه خدعة أيضا مضافة أخرى. إذا نحن في ظل نظام فاسد، آلية خاطئة هجينة ووصفات كثيرة، إذا لا يمكن أن يكون العراق قائمة في ظل هذه العملية السياسية نهائيا، سواء جاء هذا الشخص أو ذاك كاظمي أو سواء، لن يغير شيء، لأن الجميع من رحم فاسد بآلية فاسدة لغاية فاسدة. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من بغداد عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.